My dear students of the secondary school third year, welcome back to our TV educational English program. Today, my dear students, we are going to deal with general revision and final revision. طب احنا ايه اللي ممكن نراجعه واحنا هنمتحن يعني؟ في عندنا طبعا كل تشويس زي ما احنا عارفين وفي نظام البابل شيت. تعال نشوف احنا هنراجع مع بعض الفوكاب والجراماتيكال ستراكشر وكمان هنراجع مع بعض السكيلز ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لكم. وكمان هنراجع معانا الـ translation. طيب call your friends together in front of the TV, prepare your notebook, paper, pen, and take care of me. Let's start, my dear students. Choose the correct answer. طبعا في عندنا أربع اختيارات. Books are treasure banks. الكتب هي treasure banks. البنك الكنز. Storing بيخزن ايه الكتب بقى؟ Passed from generation to another. هل بيخزن employment, wisdom, ولا random, ولا كمان بيخزن procedure؟ طبعا الكتب دي اللي بيقراها بيبقى بنقول على الاجل ده عاقل وحكيم. ليه؟ لان هو بيقرا كتب. فالكتب عندنا بتخزن ايه بقى؟ بتتوارثها الاجيال. طبعا الويزدم. يبقى books are treasure banks storing wisdom passed from generation to generation. Recent medical advances provide many opportunities to help people with Downs. Order ولا syndrome ولا combination ولا كمان كلمة bedroom. طبعا واضح ان هي Down syndrome ملازمة Down. بس دي بتقول لي recent medical advances التقدم الطبي الحديث. The research is based done by tomorrow. طبعا احنا عارفين كلمة by دي لما بتيجي بيبقى فيها حاجة اسمها مستقبل تام. طب في عندنا must done. must ما يجيش بعدها تصريف ثالث وبالتالي كمان ما ينفعش اقول must been. لازم تبقى must be. has to be جميلة. طب must have done. طب نشوف الإجابة بتاعتنا صح. must be done. البحث المفروض يتعمل قبل إيه؟ إحنا عارفين كلنا إن كلمة باي لما يجي بعدها ظرف زمان نشوف ظرف الزمان ده لو كان في الفيوتشر هتبقى future perfect. لو كان في الباست هتبقى past perfect. يعني باي هنا بتساوي كلمة before لما يجي بعدها ظرف زمان. فإحنا عارفين كمان قبل كده إن باي لو جاء بعدها مكان هتبقى إيه؟ صح كده؟ هتبقى beside، هتبقى near، هتبقى بالقرب من. The holiday space he was looking forward was cancelled. الأجازة اللي هو كان بيتطلع إليها which he was looking forward to فين to؟ to that. طب إيه الغلطة اللي هنا؟ إحنا عارفين إن that ما بيجيش قبلها proposition، ممكن يجي بعدها proposition، لكن that ما يجيش قبلها proposition. طب إحنا عارفين who و that دول ما بيجيش قبلهم proposition. لكن which بيجي قبلها proposition وبيجي في بعدها proposition. كمان هو هي اللي ممكن يجي قبلها بروزيشن وبعدها عاقل واشياء اخرى زي ما بنشوف كده. فور ويتش ولا تو ويتش؟ طب ما يا مستر جاب لي حرفين جره. طب بص الكلمه لوك فورورد تي بتاخد معاها لوك فورورد فور ولا لوك فورورد تو؟ يتطلع الى صح كده، يبقى لوك فورورد تو. يبقى ذا هوليداي تو ويتش هي واز لوكينج فورورد was cancelled. الاجازه يا عيني اللي هو كان بتطلع ليها اتلغت. تعال نشوف كمان. Can I have a piece of cake please he asked. ده هو طالب مني دايركت وان دايركت دلوقتي وجاب لك الجمله عشان تتحول. طب انت حولها قبل ما تشوف الاختيارات. She space have a piece of cake. طب هي كلمه can I هتتحول لايه؟ if could she. لا ده انا باجي بعد asked بيبقى فيه if او whether او اداه استفهام وبعد كده بنجيب الفاعل السبجكت قبل الفيرب. الفيرب بقى بتاعنا شكله ايه؟ لو مفيش شرط من الشروط يبقى الفيرب بتاعنا يبقى باست او باست بيرفكت. طب انت طب افترض في الاختيارات في عندنا اثنين باست، واحده باست، واحده باست بيرفكت، واحده باست كونتينيوس. ارجع للكلمه الداله. ايه يا مستر بقى هي الكلمه الداله دي؟ بص يا سيدي، لو لقيت كلمه then او at that moment بناخد was where والفيرب بلس ان جي. ليه؟ لان كان اصلها ام از ار وفيرب بلس ان جي.
لو لقيت في الكلمة ذا تايم بيفور ذا بريفيوس تايم يعني ذا داي بيفور ذا ويك بيفور ذا بريفيوس داي ذا بريفيوس ويك ايرير اجو فانت عندك الجملة تبقى باست بيرفكت. طب لو عندنا ذا نيكست تايم يعني ذا نيكست ويك ذا نيكست مانث عندنا كلمة ذا فولوينج ويك ذا فولوينج مانث عندنا كلمة the week after the year after يبقى would وcould والمصدر. طب لو كان arrangement يبقى was where والverb plus ing. طب تعالى نشوف هنا هو قال لي if could ما تنفعش said she ده هي ده سؤال ما ينفعش تبقى said. طيب wondered if she will طب ما هي ماشيه صح اهي بس عندك will asked if she could يعني هي كلمه can I هتتحول لشي could وهجيب اداه الربط اللي عندي if او ايه if او whether يبقى if could she لا لو انت عكستها صح said ما تنفعش اصلا بس wondered ممكن تنفع ما دام ما جاش بعديها object she will الغلطه في كلمه will يبقى asked if she could يبقى الاجابه الصح ايه يبقى he said يبقى الاجابه بتاعتنا she asked if she could تمام. تعال نشوف people doing yoga benefit from الناس بتتعمل اليوجا ليه؟ عشان بتستفاد من an increased feeling of. طب الواحد بيحس ب will power ولا بكلمة well being ولا exhausting ولا كلمة scalding. طبعا في حاجة اسمها الواحد بيلعب اليوجا ليه؟ لأنه بيحس لما بيخرج من exhausting بيخرج من التعب والإرهاق اللي عنده فممكن يلعب اليوجا. كمان عندنا she was a space of murdering her drunken and violent husband. عايز اقول هي اتهمت بي employed ده اتوظفت convict ده اولا كلمة دي كانت موجودة في القصة واحنا عندنا طبعا كلمات موجودة اهي غير كده ان كانت موجودة في واحدة من الوحدات convicted متهم بي ولا rewarded كوفئة ولا awarded لا ده هي convicted she was convicted of murdering her drunken and violent husband. Malex spots from the measles البقع اللي موجوده على ملك على جسم ملك من الحصبه space by next week. طب ما احنا قلنا برضو by next week يبقى مستقبل تام. طب will be disappearing لا ده ing ده دي اسمه مستقبل مستمر will be disappeared will have disappeared ولا is going to disappear. طبعا الاجابه الصح هي ال present ال future perfect will have disappeared. ليه اخترناها future perfect؟ لان في keywords عندنا. ايه هو ال keywords ده؟ by next week. by next week معناها before the next week. what a pity. he's pleading. ده بينزف terribly. he's based an accident. يعني هو عايز نعمل هنا deduction. اللي بينزف بشده ده يبقى عمل حادثه. أكيد ولا استحالة ولا احتمال؟ إيه بقى أكيد دي must؟ وإيه استحالة؟ can't؟ وإيه الاحتمال؟ may أو might؟ في زمن الـ present بيجي بعدهم infinitive. في زمن الـ past بيجي بعدهم have وتصريف ثالث. can't have had استحالة كان عمل حادثة وهو بينزف؟ ولا must have had صح؟ ولا may احتمال يكون عمل حادثة؟ ولا shouldn't have had؟ لا ده عندي الاجابه بتاعتي must have had. انا بعمل deduction استنتاج. استنتاج ليه بقى؟ اللي بينزف جامد ده اكيد عمل حادثه. must have had an accident. choose the best option to introduce the following topic. دخلنا في السكيلز اهو وانتوا طبعا بعتوا لنا قلتوا لنا احنا عايزين نهتم شويه بالسكيلز. في موضوع اهو تعال نشوف البيست انتروداكشن للموضوع ايه. بيقول the internet has provided great benefits. طبعا لقد زود الانترنت فوائد عظيمه but at the same time. يبقى هو جاب لي الفوائد والوقت جايب لي العيوب. ايه but at the same time جايب لي فيها عيوب. it has also created new problems and inequalities. it's possible to control some of these problems. يبقى هنا في benefits هنا في advantages and disadvantages. طب ايه اللي ممكن انا احطه في العنوان هنا؟ هل العنوان ممكن يكون most people would like to access the internet ولا the internet has given both advantages and disadvantages
to our society. ولأولي on the other hand, مع الجانب الآخر, the internet has created some problems. هو قالها أصلا جوه, ولا the internet has changed our lives more than any other technology. الإجابة الصح إيه؟ طبعا واضح الجملة قدامك اهي, ودي البيست انتروداكشن ليها. The internet has given both advantages and disadvantages to our society. Leave your contact information. لما اقول لما حد يقول لي leave your contact information, سيب المعلومات بتاعتك, معلومات للتواصل اللي معاك دي بتتحط فين؟ الجملة دي ممكن تكتب فين؟ تعالى بقى يعني بعد ما خلصت الانترفيو, فبيقول لي سيب المعلومات ازاي انا اتواصل, يعني سيب لي الايميل, سيب لي التليفون نمبر, الموبايل نمبر. ده ممكن تتشاف فين الجملة دي؟ هل ممكن تتشاف في الابليكيشن فورم وانا مقدم الطلب؟ هو طبيعي بقدم بعمل كده. كلينيكال كيس في الحالة الطبية, لا طبعا. ولا بروز ولا ريسيوم, طبعا هي بتتحط فين؟ في ريسيوم. تعال نشوف الترانسليشن. جايب لي جملة بيقول لي يجب أن نهتم, تهتم مصر بإقامة معرض لآثارنا بالخارج. ليه؟ لأنها وسيلة جيدة للدعاية للحضارة المصرية القديمة. يجب أن تهتم مصر. تعال نشوف كده. Egypt has to be interested in holding exhibitions for our monuments abroad. ليه؟ It's a good means of making a propaganda for the ancient Egyptian civilization. كمان بيقول لي Egypt is interested in hold. الغلطة هنا, المفروض in holding, خلاص فاحنا شلناها خالص. Egypt must interest in, لا هي interest in sitting exhibition for our monument abroad. وقال لي means of make, برضو الغلطة هنا. Egypt has to interested in building exhibition for our monuments outside, as it is a good means, it is a good means of making a slogan. Slogan يعني شعار for ancient Egyptian civilization. أمال إيه بقى الإجابة؟ Egypt has to be interested. ما ينفعش has to interested in. Has to be interested. لأن interested in this adjective بيجي قبلها verb to be. وما ينفعش in hold, بقت in holding. عشان كده في حاجات وانا بقراها كده بقول لا دي تنفع, دي ما تنفعش, دي ناقصه كذا. هتقول لي هو دخل الجرامر, دخل في الترجمه اهو, بدل ما يعني في فقره بيقول لي Egypt has to interested, ما تنفعش to be interested. اه طب in hold, لا in holding باعتبار ان ده حرف جر فبيجي بعدها جرد. Because it's a good means of making. في شريحة تانية كانت بتقول لي of make, لا هي بقت making. فده الإجابة الصح بتاعتها. تعالوا نشوف حاجة كمان. تعتبر الأجازات وأشكال الترفيه المختلفة من الأسباب الرئيسية لنجاح كل فرد سواء في دراسته أو عمله. تعتبر الأجازات, تعالوا نشوف كده. Holidays and different shapes of entertainment are considered some of the basic cases of everybody's success, whether in his studies or his work. Holidays and the different shapes of entertainment are considered some of the basic cases of everybody's success, whether in his studies or his work. Trips and the different shapes of amusing or amazing are considered some of the basic cases of everybody's development. Voyages, ما تنفعش. The voyage معناها رحلات بحرية. فشلناها خالص, تبعدناها خالص. أمال إيه الإجابة الصح بقى؟ Holidays, الإجازات, and the different shapes of entertainment. أيوة, تعتبر, مالها؟ Are considered, بتعتبر. كان في شريحة تانية قال لي consider بس. لا هي بس, are considered some of the basic cases of everybody's success, whether in his studies, سواء كان في دراسته or his work. Sleep in nat is natural's best nurse, and people usually sleep to renew their energy and look joyful. يعني النوم هو الممرض الطبيعي للإنسان. تعال نشوف الترجمة بتاعتها.
النوم هو ممرض جيد في الطبيعة، والناس عادة ينامون لكي يجددوا قوتهم ويبدون سعداء. دي برضو جملة تانية. والجملة التالتة اهي، أفضل معالج في الطبيعة عادة ينامون لكي يجددوا نشاطهم ويبدون مريحين. نشوف بقى الترجمة بتاعتنا ايه. Sleep is nature's best nurse، هو أفضل ممرض في الطبيعة. And people usually sleep to renew their energy and look joyful، ويبدون سعداء. Providing employment opportunities، employment معناها العمل، opportunities معناها فرص العمل، تزويد فرص العمل، to those who are unemployed، العاطلين ماله، is very important، as lack of employment، نقص العمالة can lead to، ممكن يؤدي إلى إيه؟ social disturbance. تعال نشوف الترجمة بتاعتها. تقديم فرص عمل للعاطلين مهم جدا، لأن نقص الوظائف يمكن أن يؤدي لمصاعب اجتماعية، اللي لمشاكل اجتماعية، اللي لاضطرابات اجتماعية. يعني إذا هي كلمة اهي، مشاحنات اجتماعية. طب امال ايه الصح بقى؟ توفير فرص عمل لهؤلاء العاطلين، providing unemployment، مهم جدا، لان نقص الوظائف يمكن ان يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، disturbances. سارة she has more experience than anyone else. سارة هي الايه بقى؟ intern ولا candidate ولا interview ولا direction؟ انا عايز اقول سارة هي افضل واحدة متقدمة للوظيفة ومرشحة للوظيفة. في حاجة اسمها applicant، دي لسه بتقدم، لكن كلمة candidate مرشح، فسارة هي افضل مرشحة candidate. يعني اللي بيتقدم مثلا لمجلس الشعب بيكون 100 واحد يتقدموا، لكن بعد كده هم بيصفوهم، اللي ما دخلش الجيش والامي والمش وعليه قضايا، يبقى بيوصل لمين بقى؟ بيوصل ممكن ل 20 ولا 25، هم دول اللي بقى نقول عليهم الكانديديتس المرشحين. سارة is the best candidate for the job. ليه؟ She has more experience than anyone else. All our valuable things are locked in a safe in our bedroom. عكس كلمة valuable، قيم، عكسها ايه؟ ما تنسوش اول كلمة وعكسها وكلمة ومعناها. unavailable، غير متاح. اوعى يغرك ان ان دي ممكن تبقى ان شكل available زي valuable، لا، هي unavailable. precious، طب هي precious هي نفس المعنى. worthwhile، ذو قيمة، ولا worthless؟ طبعا عكس كلمة valuable هي مين؟ هي كلمة worthless. I got a plumber spit the pipe. I got، وبيجي بعدها شخص. احنا عارفين لما يكون في كلمة get، verb get، وفي بعديه شخص او verb allow، وفي بعديه شخص او verb force، وفي بعديه شخص، بناخد to المصدر. لكن verb to have و let و make وبعدها المفعول شخص، بيجي بعدها مصدر without to. لكن لو انت جبت verb have وverb get وجاء بعدها الشيء، ده الكوزاتيف بقى، اللي هو كوزاتيف بيجي بعدها التصريف الثالث. فبقول I got a plumber spit the pipe. fixes، لا، fix ده لو كان عندنا had كنت قلت fix بس. fixed، لا، ده لو كان عندنا الشيء بدل كلمة plumber، لو كلمة the pipe جاي قبل مكان كلمة plumber. to fix هي كده صح، I got a plumber to fix the pipe. لكن لما اقول I got the pipe اقول fix it بقى. لو قلت I had a plumber هقول fix. The following line can be put in the space of a CV. تفتكر الجملة دي ممكن تتحط فين في السي في؟ وده سؤال برضو من ضمن الاسكال. I enjoy meeting people from other countries. I have traveled to Europe and Israel. أنا بستمتع بمقابلة الناس من دول مختلفة، وأنا كمان سافرت أوروبا وأستراليا قبل كده. تفتكر الجملة دي لو أنا عايز أحطها في السي في أحطها في أنهو فقرة في السي في؟ أحطها في الإدوكيشن بتاعي بتاع السي في،
ولا الهارد سكيلز المهارات الشاقه بتاعتي اللي انا بستخدمها، ولا احطها في الانترست في الاهتمامات بتاعتي، ولا احطها في الورك اكسبيرينس؟ هي مالهاش دعوه بالورك اكسبيرينس، ده لها دعوه بمين؟ بالانترست، بالاهتمامات. فمن اهتمامي اي انجوي ميتنج، بستمتع بمقابله الناس، ده مش هارد سكيلز، مش education ومش work experience، دي طبعا بتبقى interests. Which sentence is punctuated correctly؟ برضو خد بالك من ال punctuation وعلامات الترقيم. Be quiet please طبعا بعد be quiet في كوما، وبليز بعدها full stop. Be quiet please مفروض بعد be quiet يبقى في كوما. Be quiet مفيش في كوما خالص، ولا be quiet وبليز مفيش بعدها full stop. طبعا الإجابة الصح إن be quiet يكون بعدها full stop وبليز يكون، لأن الجملة خلصت كده يكون بعدها، لا be quiet يكون بعدها كوما وبليز يكون بعدها full stop، هي دي الصح. Which sentence is structured correctly؟ أنهي جملة التركيبة بتاعتها صح؟ أمير هو is the half defender score the winning goal. الابوستروفي اس، ابوستروفي اس دي ممكن تبقى بتاع البوزيشن الملكيه، ممكن تكون ابريفيشن لاز او لهاز. طب هنا ممكن تبقى ابريفيشن لاز، هو از هاف ديفندر، ماشي ده السكور ذا ويننج جول. امال ايه المشكله؟ بص لكلمة سكور كده، واحنا عندنا أميل مفرد، لا اما تبقى عليها اس لان تبقى في البسط، تمام. هوز طبعا ملكية ما تنفعش، بس جاب لك سكور بسط، بس جاب لك هوز غلط. ارجع تاني، أمير هو از ذا هاف ديفندر سكور، برضه سكور هنا مكتوبة غلط، لازم يكون فيها أمير هو از ذا هاف ديفندر سكورد ذا ويننج جول. شوف الأولانية كده الغلطة في كلمة سكور. ليه؟ لان امير مفروض الكلام في الباست، لو كان في البريزنت كان حط عليها اس، بس هو جابها لك كده في الانفينيتيف ما تنفعش. يبقى امير كوما، ودي جمله اعتراضيه اهو، هو از ذا هاف ديفندر سكورد ذا ويننج جول. Which sentence is structured correctly؟ امير هو از ذا هاف ديفندر سكورد ذا ويننج جول، ودي التركيبه الصح بتاعت الجمله بتاعتنا. Last but not least, we should do our best to spread awareness concerning the importance of this topic to achieve progress and welfare to our dear country, Egypt. الجملة دي ممكن تعتبر إيه؟ تعال نشوف كده. هل دي start بداية؟ خد بالك إن بيقول لي last but not least. Start ما هي start، هي الانترودكشن، هي المقدمة، ده أنا بقول أخيراً. ما تنفعش تبقى مقدمة، يعني ما تنفعش المقدمة بتاعتي تبقى أخيرا، last but not least. طيب هل هي conclusion استنتاج؟ طب هي body، هل هو الموضوع؟ ما تنفعش. يبقى أنا عندي هنا في الإيسي، عندي لما بقول last but not least هي معناها conclusion، دي بتتحط في جملة conclusion اللي هو الاستنتاج. وإحنا عارفين الباراجراف بتاعنا بيبقى فيه، الإيسي بتاعنا بيبقى فيه title وفيه introduction وفي حاجة اسمها body وفي حاجة اسمها conclusion. الانترودكشن ده بيبقى فيه الفيرست سنتنس، لكن البادي بيبقى فيه المين سنتنس، وده اكستنشن للمين سنتنس، يعني انت بتوسع في الجمل بتاعتك بقى، لكن الكونكلوجن دي بتبقى اللاست سنتنس، الجملة الأخيرة اللي انت بتستنتج من خلالها. فطبعا دي الإجابة بتاعتنا هي مين؟ بتبقى conclusion، last but not least، أخيرا ولكن ليس آخرا. We should do our best، يجب أن يبذل قصارى جهدنا to spread awareness، لنشر الوعي concerning the importance بأهمية of this topic to achieve progress and welfare to our dear country. دي طبعا بتتحط فين؟ في الconclusion. Not only spread the reports but he also leaked them to the press. يعني هو مش كمان سرق التقرير، ده سربها كمان للصحافة. Not only من الكلمات اللي لو جت لما تيجي في اول الجمله بيجي بعدها الهيلبنج فيرب على طول، فعل مساعد، بس في الاخر ما احطش فول ستوب لانها جمله عاديه، زي كلمه no sooner hardly scarcely، دي بيجي بعدها الهيلبنج فيرب على طول.
طب ايه بقى الهيلبنج فيرب اللي موجود عندنا؟ داز هي ستيل، ما هيلبنج فيرب اهي، وديد هي ستيل هيلبنج فيرب، لكن السي والدي ما ينفعوش. ارجع للجمله تاني، بيقول لي بات اولسو، بات هي اولسو ليجد. الجمله زمانها فين هنا؟ في الباست. يبقى ما ينفعش هي تبقى باست واقول لها داز هي ستيل. يبقى نوت اونلي ديد هي ستيل ذا ريبورتس بات هي اولسو ليجد ذيم to the press. My dear students, I hope that I covered all the skills and language function and grammatical items of your exam paper. Take care of yourself. Thank you and goodbye. البرامج التعليمية بقطاع التلفزيون